ميرسي ميرسي. ايه كده جميل قوي قرف. وصلت يا ياسمين، جاي تسليني في وسط الناس يا ياسمين. وصلت مانجاش عمر يا ياسمين. ليه كده؟ ليه كده؟ مرمية في حضن عمر يا ياسمين. ما وحشكيش حضن يا ياسمين. أنا تعبان أوي 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 من غيرك يا ياسمين. حضن؟ حضن مين يا أبو حضن أنت؟ ده أنا ميس إيشبت. هبص الحضن جربها زيك. مش فاكر لما كنا بنقعد في السيما في آخر صف يا ياسمين؟ لما كنا بنبوس بعض يا ياسمين. يا بنت الإيه؟ عملت كده بجد؟ فين بوستك يا ياسمين؟ فين حضنك يا ياسمين؟ ما تقلعها يا ياسمين. اوعي اوعي تقلعي. انا هتعبل. وانت قاعد زي كيس الجوافه كده وهو عمال بيعاكس في مراتك. قوم امسح بكرامة الارض. اسمعي لي الكلمتين حلوين عمر ما راجل هيقولهم لك لحد ما تموتي. ده بدل ما تقولي لي قوم اشكره، يلا قومي بوسي ايديه يلا على الكلمتين الحلوين دول يلا. اسود بقول لك ايه؟ تقوم دلوقتي تفز يا اما هتعمل عيشتك اسبوعين كاملين. لا اسبوعين كتير. تعالي لي يا حبيبتي. انا اللي جاي لك يا حبيبتي. انت احلى حاجه شفتها عيني يا ياسمين. انا مش هضربك عشان انت بتعاكس مراتي، انا هضربك عشان انت كداب. بقى دي احلى حاجه شفتها عينيك يا ابن الكلب الكداب. دي صنعتني. ده انا كنت مستر ايش بتبقيت مستر سليمان عيد. ده الكون. لا استاذ ابو حفيظه ده كلام يعني هتهزق نفسك مع عيال صغيره؟ تعالى يا راجل. هو ازاي هزقك قوي كده؟ هزقني وخد مراتي كمان. مش مهندسه دالي يا حرام يا سلطان. معلش. طب اقول لك انا خلاص موافقه اتجوزك بجد. عشان مراتك ترجع لك. بس بقول لك ايه، هتطلقني بكره الصبح. وعد 10 الصبح هكون رميكي في الشارع. ماشي يا مأذون، تعالى جوزنا بسرعه عشان مراته ترجع له. ايه انت هتساحي؟ هي ما تعرفش طبعا.